عفاف، محطتنا الثانية رح نحكي اليوم عن عمل الخير. كلنا بنعرف انه فعل الخير ما بيقتصر على يوم معين او مناسبة معينة، لا، هو لازم يكون موجود دايما بكل الحياة. واكيد مشكورة جهود كل الايادي البيضاء اللي عم تقدم كل الدعم والمساعدة للناس المحتاجة، اللي بدنا نذكر المؤسسات والجمعيات الخيرية اللي عم تكون موجودة دايما على ارض الواقع، ولا سيما مؤسسة سوريا بتجمعنا 13 سنة من العطاء والخير، دايما كانت موجودة بكل مناسبة بكل أزمة كنا نشوف في إلها بصمة خاصة. يا عفا طبعا يا هايدي، ما ضل في أزمة يعني من 13 سنة لحد اليوم، إن كان الكورونا أو فترة الزلزال أو حتى أي فترة صعبة بمر فيها المجتمع السوري، مؤسسة سوريا بتجمعنا بتكون هي اليد يلي بتنمد لهدول الأشخاص يلي بحاجة مساعدة، هنون أول شيء. واليوم صار عمر هي المؤسسة 13 سنة من الإنجازات، من الأعمال الخيرية، إن كانت تغذية، أدوية، إن كانت حتى دعم نفسي ومعنوي. وأيضا بالفترة الأخيرة اليوم عم نشوف منهم دعم لطلاب الجامعات وأسر الشهداء. طبعا هذا الشيء منه جديد أبدا على مؤسسة سوريا بتجمعنا، واليوم رح نتعرف على أهم النشاطات وشو تحضيراتهم أيضا لفصل الشتاء مع ضيفتنا يلي صارت معنا بالاستديو، لبنى مسوح، وهي مساعدة إداري بمؤسسة سوريا بتجمعنا. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. بداية من لك العام وأنت بألف خير، وشكرا لك ولكل الموجودين اليوم ضمن مؤسسة سوريا بتجمعنا اللي عم تسعوا دايما لتكونوا الأفضل وتحققوا البصمة اليوم بعمل الخير. خلينا بداية لبنى نحكي عن الذكرى السنوية 13 لمؤسسة سوريا بتجمعنا. يسعد صباحكم مره ثانيه وانتم بالف خير يا رب. انا عايدتك تحكي. اكيد اكيد، ما نحن بنعايد بعض، انتم شركائنا بالعطاء من اول. اهلا وسهلا فيكي. طبعا الذكرى كيف هي كل سنه بتحسيها يعني شعور ثاني، كل سنه عم يكون مختلف عن السنه اللي بعدها، عم يكون في هيك كيف شغله انت هيك ربيتيها وعم تكبر قدامك شوي شوي، عم تحسي انه انت كل ما طفيتي شمعه من عمر هي المؤسسه عم يكون عندك مثل امل وشغف انه نحن نكمل اكثر ونوصل لاكبر سنين ممكنه من العطاء ومن المحبه يلي كنا موجودين فيها من اول ما للاسف بلشت الاحداث على بلدنا سوريا لحد هي اللحظه. طبعا كادر الاخباريه وصباحنا غير مجهزين ريبورتاج بيحكي عن الذكرى السنويه لكم وكثير من انجازاتكم، ولكن ضمن هالفيديو تجمعنا هي العطاء من قلب للقلب. كل عام وانتم بالف خير. 13 سنه مكملين بنفس الهمه والعطاء، كل عام وسوريا بتجمعنا. من 13 سنة بلشنا ولليوم روح واحدة وقلب واحد وإيد واحدة، ولأنه الأم بتلم كانت سوريا بتجمعنا. كل عام وانتم بألف خير. 13 سنة ومكملين، كل عام وانتم بخير. مؤسسة سوريا بتجمعنا، عائلتي الثانية، كل سنة وانتم سالمين يا رب.13 سنة ومكملين، كل عام والمحبة بتجمعنا. على الفترة الأخيرة يلي مضيت، أنتوا كمؤسسة اليوم صار في دعم مكثف لطلاب الجامعات ولأسر الشهداء من أول وجديد، خلينا نحكي عن هذا الدعم وهي النشاطات كيف صارت. هلا نحن بالاساس مثل ما عم نقول اهميه عملنا كله كان موجه لاسر الشهداء والجرحى والمفقودين يلي اساسا نحن لولاهم ما استمرينا لحد هاي اللحظه، فنحن دائما على تواصل مع اسر الشهداء ودائما بالتنسيق والتشبيك مع مديريه شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين، دائما هن عم يزودونا بالقوائم وعم يكونوا معنا بكل مرحله. لاسر الشهداء عم نكون دائما معهم بزيارات ميدانيه، يعني نحن فينا نقول شبه دائمة. آخر فترة كانت بالمحافظات، كنا موجودين باللاذقية وبطرطوس وبحما وبحمص وبحلب، فكانت
يعني فكرة العطاء أنك تكوني موجودة مع هذا الشخص غير لما تكون مثل فعالية وأنت موجودة بمكان وعم تقدمي للجميع. لما تكوني موجودة معه ببيته هي فكرتنا من الأساس أنه نوصل لهي الناس بقلب بيتها. فأسرة الشهيد بحد ذاتها يعني لما تروحي لعندها أنت عم يعني إحنا عم نتكرم بهي الزيارة وعم نروح بعد كل هالعمر عم نحن عم نقوى منهم وقت نكون موجودين معهم. فكان في الزيارات الميدانية دمشق وريف دمشق بالمحافظات السورية ومستمرين أكيد من خلال أيام العيد وبعد أيام العيد بعد ما خلص كمان ده هلأ مستمرين بزيارات قمنا فيها ولبعدين أكيد رح يكون في زيارات أكيد. يعني كمان في لطلاب المدارس معروف حصة اليوم من هيدا الدعم. كلنا نعرف يوم يمكن الظروف الاقتصادية والمادية صعبة على الأهالي فعم تحاولوا تساعدوهم قدر الإمكان. ونعرف دايما بكل سنة مع بداية العام الدراسي الجديد بيكون لكم وجود بتقدموا كتير من الشغلات للطلاب قرطاسيات أو ملابس مدرسية أو كتب. خلينا نوضح اليوم شو التحضيرات للعام الدراسي الجديد شو ممكن محضرين شيء. تمام. هلا نحن عنا مشروع الشباب نبض الوطن هو موجه لطلاب المدارس بكافة محافظات سوريا ومن صف الأول للبكالوريا. هو بالأساس هو كان بيهدف لنشر ثقافة العمل التطوعي بين المدارس وعم نقوم بتقديم الحقائب المدرسية والقرطاسية ومستلزمات الطلاب يلي لازمة. فطبعا ببلش فيها التحضير قبل المدرسة لحتى يوصلوا على المدرسة تكون كلها جاهزة. وقبل هاي المرحلة نحن ساهمنا بتقديم كان في عنا زيارات لطلاب الجامعات لحتى يكملوا تحصيلهم العلمي. كان في زيارات ميدانية لهم بالبيوت كان في دعم نقدي مثل ما تفضلتي حضرتك الظروف الصعبة يلي عم تخلي العالم ممكن يصير فيه تسرب مدرسي ما عاد تقدر تبعت أولادها على المدارس أو ما عاد يقدروا يكملوا دراسة جامعة. فكنا موجودين لطلاب المدارس وطلاب الجامعات قدم لهم دعم ليكملوا تحصيلهم العلمي وليكملوا بمشوار التفوق. وهلأ إذا الله راد قبل المدارس إن شاء الله رح نكون عم نوزع الحقائب المدرسية والقرطاسية بدمشق وريفة وبالمحافظات. طبعا غير الدعم المادي اللي عم تقدموه اليوم كتير عم نشوف من الجمعية عطاء مستدام لكل شخص محتاج أو عم يعاني من ظروف صعبة أو ما عم يقدر يعمل شيء فأنتوا عم تكونوا اليد الممدودة لإلهم. اليوم كمان عم نسمع أنه في دعم نفسي من قبل سوريا بتجمعنا عم تدعم كل الأشخاص دعم نفسي. كمان هلأ صار في مشاركة مع جمعية بسمة. تمام. بسمة لأطفال السرطان. خلينا نحكي عن هذا الإنجاز. الدعم النفسي نحن من وقت اللي كنا بلشين فيه من وقت كارثة الزلزال للأهالي وللأطفال وحاليا مثل ما تفضلتي عم يكون لأهالي الأطفال المصابين بالسرطان واللي انشفوا بجمعية بسمة. عم يكون في جلسات دعم نفسي سواء بوحدة بسمة عندهم بمشفى البيروني وعم تكون جلسات عنا بمقر المؤسسة مع الأهالي. الصراحة هي يعني هي سيف ذو حدين لأنه أنت عم تسمعي هذا الوجع ومانك قدرانة تعملي شيء. بالمقابل الأخصائيين النفسيين اللي عم يكونوا موجودين عم يخليهم يطلعوا هذا الوجع يستفيدوا من تجارب بعض. دائما يكون في أمل أنه هذا الطفل اللي انصاب هي انشفى ورجع وكمل حياته طبيعي. فهذا الشيء كان مشترك بصراحة. يعني الجلسة كانت عبارة عن دعم نفسي إلنا وإلهم لأنه حتى نحن عم نسمع هذا الوجع عم تكوني عم تسمعي منهم وعم يسمعوا منك عم تشاركيهم تجاربك ويشاركوكي تجاربهم. لبنى معلش ما تدمعي لأنه بكل حلقة بتدمعي بتخلينا ندمع معك. لا أكيد لا ما في دمع إن شاء الله. إن شاء الله ما حدا بيدمع أكيد. بس هي الفكرة أنه أنت عم تسمعي يعني مع كل الوجع اللي مثل ما بلشت البداية الأزمات اللي بلشت من الحرب للكورونا للزلزال لسه عم تشوفي هذا الوجع. فهي عم تكون صعبة بس الحمد لله الأهالي قوايا يعني عندهم إيمان كبير وأمل كبير بأنه إن شاء الله يطلعوا من هاي الأزمة ونحن دائما ندعي لهم والله يشفي كل مريض إن شاء الله. أمين يا رب الله يشفي كل مريض. لبنى حابين نعرف من حضرتك اليوم عن الكوادر الموجودة اليوم ضمن مؤسسة سوريا بتجمعنا الاختصاصات الموجودة. تمام. كيف بيتم اليوم التواصل معكم في حال التطوع أو الانضمام للمؤسسة؟ في شروط معينة اليوم تطلبوها من الشخص كرمال ينضم لكم؟ هلأ الشروط هن شرطين بس. أول شيء بده يكون فوق 18
وثاني شيء الشرط الوحيد انه يكون هو من جوا مآمن بفكره التطوع، انه انت تعطي من وقتك لهي الناس وبدون مقابل، انت تنزلي على الشارع تسمعي شكوى الناس وتساعديهم وتكوني معهم. هلا الكادر الاداري نحن موجود عندنا قسم اداري، موجود قسم موارد بشريه، قسم لوجستي، كله هدول موجودين. بالنسبه للتواصل عم يتواصلوا معنا على صفحه المؤسسه على الفيسبوك، في حال التطوع تحال الاستماره لقسم الاتش ار، وفي حال طلب مساعده كمان في القسم الموجود لحتى يدرس دراسه حاله، وبنرجع بنتواصل معهم سواء اللي حابب يستفيد او اللي حابب يتطوع معنا. والشغله اللي بدي نوه عليها، الناس اللي حابه تتطوع هذا الشيء شفناه من بعد فتره الزلزال، عالم ما بنعرفهم كانوا موجودين معنا عم يساعدونا عم يتواصلوا معنا ليتطوعوا. في منهم اهالي الشهداء او اهالي مثل ما حكينا هلا جمعيه بسمه كمان تواصلوا معنا ليكونوا متطوعين. فتره الزلزال هي ولا القديمه؟ لا القديمه هي ان شاء الله، لهلا ان شاء الله ان شاء الله ما بتنعاد القديمه يعني، بس نحن هديك لانه كانت الكارثه اكبر ان شاء الله ما بتنعاد. صحيح، بحس اليوم العالم هيك شوي تعودت على اللهزات، ما بقى في صار صح. يمكن صح. قبل كان اي حدا يخاف او يصير عنده مشكله صغيره فورا يتصل معكم، اليوم يمكن هيك صار في شويه علي مرقت فيه العالم بلشت تقوى، بس لا ان شاء الله يعني ان شاء الله بنوصل لمرحله ما بيكون في حدا محتاج لا بازمه ولا بغيرها، يعني هذا الهدف اللي نحن حابين نوصل له. تمام. اليوم يمكن بتلاحظي في كتير مؤسسات أو جمعيات خيرية ما بتستمر بعملها، ما بتترك بصمة كبيرة، اليوم الناس كتير يمكن ما تسمع فيها. اليوم عم نحكي عن مؤسسة سوريا بتجمعنا 13 سنة، سبب استمرارية هي المؤسسة اليوم التجديد بالأفكار بالشباب الموجودين بعمل الخير، خلينا نوضح هذه الفكرة. هلا اللي حضرتك كله اللي حكيتيه مزبوط، نحن عم نحكي عن 13 سنة لما كنا ايد واحدة وقلب واحد، لما كنا سوا على اللحظات الحلوة واللحظات البشعة، كله هذا الحكي ما بيكمل إذا ما كان في تشبيك مع مؤسسات تانية، مع منظمات غير حكومية تانية، لحتى يكون عندك قاعدة بيانات كبيرة وتقدري توصلي لكل الناس اللي موجودين على الأرض. نحن كنا موجودين، مشاريعنا مستمرة وموجودة، أكيد صارت اللي موجودة من قبل مستمرة لهلأ، ونحن مكملين على نفس هذا المجال، وعم يكون عندنا مشاريع وليدة اللحظة. يعني ممكن يكون مشروع ما هو موجود بالمؤسسة نتيجة حاجة الشارع، عم ينخلق مشروع لهي الحاجة. فمشاريعنا نحن الطبية والتنموية موجودة، والسبب الاستمرار هي انه الامل الموجود انه نحن لازم نضل مع هاي الناس لتخلص الازمات، ونكون ايدينا بايدين بعض كمؤسسه وكجهات ثانيه، كمؤسسات غير حكوميه ثانيه، الكوادر الموجوده بسوريا بشكل عام اذا ما شبكنا معه وكنا ايد واحده ما قدرنا نكمل. اكيد لا، ان شاء الله على طول بتضلوا مكملين بنفس الاستمراريه وبنفس الشغف. هلا بما انه نحن داخلين على فصل الشتاء، اليوم ممكن كثير من الاشخاص ناطرين يعرفوا انتم شو عم تجهزوا وشو هي التجهيزات الموجوده لفصل الشتاء. اكيد هلا حمله على امتداد الوطن هي نحن حمله مستدامه دائمه لكل الاوقات. هلا حاليا حمله المستلزمات الشتويه، الالبسه الشتويه والمستلزمات الشتويه بشكل عام، هلا جاري التحضير لها، بس نكون خالصين من توزيع الحقائب ببدايه العام الدراسي فورا اساسا باشرنا يعني بالتجهيزات للمستلزمات الشتويه، ومتى ما خلصنا على الحقائب فورا رح نباشر بالتواصل وتجهيز الحملة. أكيد يعني بالختام كنتي معنا الأستاذة لبنى مسوح مساعد إداري في مؤسسة سوريا بتجمعنا، شكرا لك ولجهودك وجهود كل العاملين اليوم ضمن المؤسسة، يعطيكم العافية وإن شاء الله لمزيد من العطاء والنجاح والاستمرارية. أهلا وسهلا. شكرا لكم، وبدي أشكركم، وبدي عن طريقكم عيد عائلتي مؤسسة سوريا بتجمعنا وقل لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله على طول مستمرين وإيد واحدة لتضل المحبة بتجمعنا. أكيد بدي أرجع أقول لك كل عام وأنت بألف خير أستاذة لبنى، وأكيد سوريا بتجمعنا كل عام وهي بألف خير بمناسبة الذكرى السنوية لـ13. أهلا وسهلا بك.